يعتبر أيمن منصور واحداً من كبار هداف الزمالك والكرة المصرية خلال فترة التسعينات، قناص من نوع فريد تخصص في تسجيل الأهداف الحاسمة خلال المباريات الكبرى وإطلاق رصاصات الرحمة على مرمى المنافسين، فكان دائماً على الموعد مع زيارة شباك الخصوم بقميص مدرسة الفن والهندسة. وبدأت معرفة الجماهير بأيمن منصور من خلال تألقه في قيادة خط هجوم فريق السكة الحديد وحصوله على لقب هداف الفريق بشكل مستمر ومتواصل، قبل أن يخوض رحلة احترافية قصيرة في الدوري العماني يعود بعدها للانضمام لصفوف الزمالك في موسم 1991-1992. الهداف بالفطرة أيمن منصور ساهم خلال رحلته الحافلة داخل جدران ميت عقبة في تتويج الفريق بستة ألقاب متنوعة، حيث لعب دورا بارزا في عناق الفارس الأبيض لأميرته السمراء بأهداف مؤثرة وحاسمة خلال نسختي 1993 و1996. كذلك نال لقب الدوري الممتاز مع الفريق الأبيض في مرتين، كما كان منصور على موعد مع أشهر وأهم أهدافه عبر تاريخه الكروي، وذلك في الوقت القاتل من عمر مباراة القمة التي جمعت الزمالك بالأهلي على لقب سوبر إفريقيا بجوهانسبرغ عام 1994، لتطلق عليه أنصار القلعة البيضاء منذ تلك اللحظة لقب السوبر. ويمتلك أيمن منصور رقما قياسيا لا زال صامدا على مدار أكثر من ربع قرن مضى، وذلك بتسجيله أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها في لقاء منتخب مصر أمام نظيره الجابوني نسخة عام 1994. 54 هدفا رسميا بقميص الزمالك غرد بهم المهاجم السوبر لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، وانتزع على إثرهم آهات عاشق الكيان الأبيض وجماهيره العريضة.